بابا، دخلتني الجامعة عشان تتأكد إني أقدر أفكر كويس، والجواز حاجة بيقررها اتنين. طبعاً حضرتك تقدر تقول رأيك، ماما تقدر تقول رأيها، الناس كلهم يقدروا يقولوا رأيهم، لكن في الآخر إحنا اللي بنقرر، وإحنا قررنا إننا نتجوز. الجواز قلب وعقل، قلبي أنا وعقلي أنا، مش قلب حد تاني ولا عقل حد تاني، حتى ولو كان عقل أبويا. ولد ولا بنت؟ ولد. وهنسميه مصطفى. بس 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 يا مصطفى. بس بس يا مديحة. بس 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 مصطفى ومديحة وبعد كده محمود وكفاية قوي. لا 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 لا، أنا عاوز كتير. أنا تربيت وحيد، ما عنديش أخوات، وعايز عيلة كبيرة. مصطفى، مديحة، محمود، مراد، مدبولي. مش عاوزة مدبولي دي. بلاش. مها، مجدة، ميم ميم، 20 ميم، كل واحد منهم يكبر ويخلف كمان 20 ميم، ونشتغل وننجح، وهم كمان يشتغلوا وينجحوا، كون إمبراطورية. إمبراطورية ميم. ظهور الإسلام وقيام الدولة الإسلامية الأولى. ما تخافيش عليا، انا صحتي بوم. بابا ما كانش واحد، كان انا وكان انتو، لسه عايش فينا وهيفضل عايش فينا، مفيش حاجه هتتغير. العقل اللي كان بيفكر بيه في راسي، والقلب اللي كان بيحبنا بيه في صدري، كل حاجه هتفضل وكل حاجه هتستمر. امبراطوريه ميم هتستمر. Thank you.
حضرتك كنت بتقولي هتزوري مدرسه النجاح، هتزوريها؟ ايوه هزورها النهارده. اوعى تكون قلت لهم. ابدا يا فندم، ده حتى سيادتك ما قلتيش هتزوريها امتى. طيب ماشي. دلوقتي ربنا يخليك يا عمران، ليك الحلاوة. قومي جهية، الست المديرة جاية دلوقتي حالا. مش انا عارفة صباح وش مين النهارده. تعالي هنا، روحي البيت البرتو الابيض. ما عنديش. اتدخلتي في الحمام، اتصرفي. دي ديكتاتورة وحنبلية. اسمع يا عبد الحميد، وديني على مدرسة المستقبل السعيد اللي في شبرا. سيادتك مش قلتي مدرسة النجاح؟ غيرت رأيي، وديني على شبرا. عجباكي الفوضى دي؟ يا سياده المديره، سيادتك عارفه الحاله كويس، في نقص في المدرسات، الفصل بيحط فيه 30 حطينا فيه 60، الحته اللي بتقع ما بنقدرش نصلحها يا فندم. يا فندم لو سمحتي من فضلك. اطلع يا اسطى. لو سمحتي. عبد الحميد دلوقتي وديني على مدرسه النجاح اللي في العباسيه. اهلا وسهلا يا فندم. انده لحضره النظر. اتفضل يا فندم. بقول لك انده لحضره النظر. حاضر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انا بلغتكم اني جايه ازوركم عشان تنظفوا المدرسه وتشتغلوا وتدرسوا، وانا متاكده انكم نظفتوها وابتديتوا تشتغلوا. نبقى نخلي الزيارة بقى لبكرة ولا بعده ولا بعد بعده. متشكرة قوي. اطلع يا اسطى. الموضوع ده بقالنا سنتين بنتكلم فيه، واللي قبلينا يمكن قعدوا 20 سنة يتكلموا فيه. مستوى التعليم، حالة الطلبة، سياسة الامتحانات، مش هنوصل لحل. لسبب واحد، ان اللي قاعدين في الوزارة قاعدين بيفكروا بخيالهم وبيرسموا مشاريع على ورق، مش عايشين بين الطلبة ولا بين المدرسين. مش ممكن نعمل حاجة من غير ما نعيش. الست عصبية قوي النهارده. يا حق يا اخي. الاجتماع اللي احنا عاملينه ده وكل الاجتماعات مش اكتر من روتين ومناظر وصور. عشان كده انا هتقدم لسياده الوزير باقتراح اننا نعيش طول النهار في المدارس، يعني ما نجيش الوزاره الصبح، نيجي بعد الظهر، بعد ما نكون لفينا وعشنا في اللي هنتكلم فيه. ممدوح يا حبيبي، مش معقول. كرة في المدرسة وكرة في النادي وكمان كرة في البيت. أقول لك يا ماما، في المدرسة بتكلم بالكرة مع زملائي، وفي النادي بتكلم بالكرة مع أصحابي، وفي البيت بتكلم بالكرة مع نفسي، عشان كده بخبطها هي. يا ماما الكرة مش لعب، الكرة كلام. حتى الكرة بقت فلسفة، بقت كلام. يلا اغسل إيديك عشان نتغدى. يلا. عملت مظاهرة وكسرت الإزاز. هات بعد كده مفيش كرة في البيت أبدا. تعال خدي الكرة دي اخفيها، مش عايزة أشوفها. أنت فاكرة إن بالشكل ده اتحلت المشكلة؟
ما اتحلتش. عزيزة أفندم استهان، الغدا جاهز؟ لسه شوية هنشوي. طب استعجلي شوية. حاضر. مديحة ايه اللي حاطاه في بقك ده؟ ده بايظ. ما تخافيش ما فيهاش دخان. مش مسألة الدخان بس، انا عمري ما شفت بنت تحطه في بقها بايظ. انا هدخن بايظ لو دخنت. يا حبيبتي دي حاجة عشان الرجالة، الرجالة بس هما اللي يستعملوا البايظ. مفيش فرق بين الراجل والست، ده كان زمان. زمان ودلوقتي وبكرة وبعد بكرة ولغاية القيامة ما هتقوم، هيبقى في حاجة اسمها ست وحاجة اسمها راجل. قصدك الجنس مش كده؟ طبعا في فرق في الجنس، انما ايه دخل البايب في الجنس؟ وايه هيتغير في جنسي لما اشرب بايب؟ وليه ما يتغيرش حاجه لما اشرب سجاير مع ان الرجاله بتشرب سجاير؟ كفايه يا حبيبتي كفايه. زهره عشان اقنعك لازم اولدك من جديد. انتوا هتجننوني. جيت يا ماما من بدري. انت ايه كنت بتغسل سنانك؟ برافو يا حبيبي، دايما نضيف كده ودايما رشش اوضتك. انا مبسوطه منك قوي. ميرسي يا ماما. اتفضل على الغدا. يلا يا ماهر الغدا جاهز كده اهو. كده اهو الاوضه بالشكل ده. اسمعي يا ماما والنبي الكلمتين دول، كيوبيد اتجنن من قلبك وشاركني في همي وشقايا، هيسيب الدنيا عشان خاطرك وهيقعد يبكي ويايا. مش وقت الكلام ده. كيوبيد يا ماما اله الحب. انت محتاجه دلوقتي لاله النجاح، ما عندكيش وقت تضيعيه في الكلام ده. ماما انت عارفه اني عمري ما سقطت وعمري ما هسقط، وقصص الحب دي هي الكلمه الحلوه اللي بتخليني اذاكر. هيا ماما. كفايه بقى كلام حلو وخليكي في الجد. ولا تزعل ابدا يا حبيبي، ما كنتش تلعب في بيتك هتلعب في بيت الجيران، ملهاش حق زعلك ابدا. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك. انت وصلتي امتى؟ النهارده الصبح. انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ مش قلت لك تغسل ايدك؟ يا ماما. مفيش يا ماما، اتفضل اغسل ايدك. يلا. الله. انت بتشخطي فيه كده ليه؟ هو كل ما تيجي منرفزة من شغلك تحطي همك في الولاد؟ ذنبهم ايه؟ انا عشان كده بقى ما بستحملش اقعد عندك اكتر من اسبوع، من كتر شخطك ونطرك في الاولاد. يا ماما انا الام والاب في البيت ده، لازم اعمل كده، لازم اكون شديده معاهم ولازم يسمعوا كلامي. وانا امك لازم تسمعي كلامي. الاماره بتاعتك دي هتخليهم يعمدوا زياده. خديهم بالراحه بالذوق مش بالزعيق وعلو الصوت. انت فاهمه؟ شايفه اديكي بتزعقي فيا اهو. ما زعقلكيش ليه؟ كبرتي عليا دلوقتي. العفو يا ماما العفو. كفايه زعيق بقى وتعالي نتغدى. والله وعجزت يا ست هانم. والله انت اللي مكبره روحي وعدمه نفسك. يا ماما الحمد لله، الوزاره والولاد كان ممكن يعملوا فيا اكتر من كده. الوزاره والولاد قالوا لك البسي الفساتين البهتانه دي. ما تلبسيش ليه فساتينك الملونه؟ بتنور وشك وتخليكي زي القمر. قمر ايه بس، خليها على الله بقى. قمر والله. بلاش تصفير يا محمود، احنا على الصفر. مش كفايه الجيتار اللي انت هوسنا بيه طول النهار؟ وبعدين الدولمه اللي اموت فيها وخصوصا من ايد لسه جمعه. تجنن. لا تجنن ولا حاجه، ده انا كنت زمان اعمل احسن من كده 100 مره. هو في زي نفس الست على الاقل؟ ده انا كان عندي طباخ ما خليهوش يعتب المطبخ، ايدي على ايده. اما دلوقتي اسم الله، ست من دول تصحى من النوم جاريه على الشارع. خلي بالك يا فلانه من الاكل، خلي بالك يا علانه من العيال، وخلي بالك انت من البيت. مصطفى اتاخر كده ليه؟ كفايه خطب وكلام، عايزين نشتغل ونتحرك لاهداف معروفه، نبني نفسنا ونحارب. نبني الاول ولا نحارب الاول؟ الاثنين مع بعض. مش ممكن البنا هيتم الا اذا تمت حريتنا. واحنا يا مصطفى نقف نتفرج ولا نهتف؟ لا انتوا تتجوزونا وبس. ماما
عايزه 120 قرش. انا طالعه ارتاح شويه. ماما عايزه 120 قرش. عشان ايه؟ هشتري كتاب. قصه طبعا. ايوه قصه. قصه جديده انما حلوه قوي. مفيش. وهاتي ده كمان. بعد كده مش عايزه اشوف في ايدك الا كتب المدرسه بس. مش معقول يا ماما، انا ما بقتش صغيره عشان تعمليني كده. قصص هقرا قصص وخلينا اصحاب احسن. انا صاحبتك لكن كمان انا امك. الفرق ان صاحبتك هتطوعك على كلامك لكن امك هتبص لمصلحتك. ماما انت بتولعي سجاره من سجاره؟ نرفزتني. يعني السجاير بتروق اعصاب الواحد لما يكون متنرفز. السجاير ما فيهاش فايده، دي عاده سيئه الواحد بيتعود عليها. قد كده لما الواحد يتعود عليها ما يقدرش يسيبها. عايز توصل لايه بالظبط؟ ولا حاجه. نبيل فرقه مجانين. الو. ايوه موجوده. نقول لها مين يا فندم؟ ماما تليفون علشانك. الدكتور عنايات. الو. اهلا عنايات. لا ده انت اللي وحشاني قوي قوي. الليله دي؟ اجي قوي قوي. اهو اخلص من المرستان اللي انا فيه. انت كل مره تقولي جايه ولا تجيش. اوعي تخلفي المره دي. منتظرينك. باي باي. ماما مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. على فين؟ خارج عزومة عشاء عند عنايات. مين هناك؟ الله ايه الأسئلة دي؟ أنت اللي تسأل ولا أنا اللي أسألك؟ كنت فين حضرتك لغاية دلوقتي؟ كنت برا. أنا عارفة إنك كنت برا، إنما برا فين؟ يعني مش من حقي أروح مطرح ما أنا عايز؟ ومن حقي أعرف أنت كنت فين؟ من حقك تسأليني بس من حقي ما أجاوبش. ولد أنا أمك. وايه يعني؟ يعني انا المسؤول عنك ومن حقي اعرف بتروح فين؟ يعني من حقك تمنعيني من الخروج. ايوه من حقي. دي تبقى ديكتاتوريه. امال فين الحريه اللي بتتكلمي عنها دايما؟ يا انا منكم. يا انا منكم. قولي اروح بالشنطه دي ولا الشنطه دي؟ دي مش عشان سنك، دي البنات الصغيرين. فاكرني عجزت يا واد؟ ده انا اصغر منك. اسمح يا واد يا محمود تغير النغم عشان اعرف ارقص. ما ترقص. وانت تبطل جيتار. جيتار الصبح وجيتار بالليل، جيتار قبل الاكل وجيتار بعد الاكل. مالك الجيتار فايدته ايه؟ فايدته انك تسمع بس. وبعدين ولد ولد وبعدين معاكم، قلت لكم مش عايزه الحاجات دي تاني مره. مذاكره وبلاش القرف ده. وتناموا بدري. وحشاني. ممكن ابوس حضرتك؟ قوي قوي. مصطفى احنا لازم نشوف لنا حل مع ماما. انا خلاص مش مستحمله. تتصور النهارده اقول لها عايزه فلوس اشتري كتاب ما ترضاش. فعلا في مشكله. هي مشكله واحده بس دي مشاكل. لما ماما ما تديكيش حق الكتاب اللي انت عايزاه معناه انها تقدر تتحكم فينا، لان هي المتحكمه في راس المال، في الفلوس. كل حاجة محتاجة لفلوس، حتى الكورة محتاجة لفلوس. والجيتار والسجاير والحل. الحل اننا نتحرر من رأس المال. الحرية مش ممكن تبتدي الا بالتحرر من رأس المال. رأس المال هو كل حاجة، حتى الحكومة بتتحكم فينا برأس المال. اللي ما يعجبهاش ترفضه، تحرمه من الفلوس، واللي عايزة تسكته تديله علاوة فلوس. ماما والحكومة واحد. يعني نعمل مظاهرة؟ لا، المظاهرات عمل غير مشروع، غير بناء، مجرد ابداء راي. وماما عارفه راينا من غير مظاهرات. امال نعمل ايه؟ نستغنى عن اللي في ايده راس المال. يعني نعمل في البيت مكتبه جماعيه نحط فيها الكتب اللي احنا عايزينها. ازاي؟ ازاي؟ يعني نشترك، كل واحد مننا يدفع 10 ساغ ولا 20 قرش، يبقى عندنا راس مال كل شهر قيمته 60 قرش ولا 120 قرش، نشتري كل شهر كتاب. طب مين هيختار الكتب؟ كل واحد بالدور. يعني الشهر ده اللي اختار انت، بعدين مديحه، وبعدين مدحت. لا انا اول واحده اختار. انا الوحي بتاع المشروع.
خلاص انت اول واحده وانا بعد كده. اسكت انت. أي. لكن انا ما اقدرش ادفع 20 قرش. بدل ما تشتري علبه سجاير اشتري سكرتين. اسكت. كل واحد مننا يدفع 10% من مصروفه. ايه رايكم؟ موافقين. انا كمان موافق. نبتدي اول الشهر الجاي؟ نبتدي. نبتدي. باي باي. الله. على فين؟ رايح اقابل الفرقه. تخرج من غير اذن ماما؟ واخد اذن ليه؟ مش لازم اتحرر؟ باي باي. الله التورته جت اهي. الله انتوا عاملين عريس من جديد ولا ايه؟ هو حد يطول يرجع عريس من جديد؟ والله ما عنديش مانع بس تكون عروسه جديده. وراك ده كله بفضلك. انا مش عايزك تبقي ورايا، انا عايزك دايما جنبي على طول. ربنا ما يحرمكوش من بعض. بس انا زعلانه منك يا عنايات، كان لازم تقولي، على الاقل كنت جبت حاجه صغيره معايا. يا سلام عليك يا منى. يا ستي كفايه اننا نشوفك. اتفضلي يا مدام. ميرسي، كفايه قوي معايا التورته. طيب تحبي اجيب لك كاس شمبانيا؟ لا متشكره قوي. اهلا. فينك من زمان؟ محدش بيشوفك ليه يا منى؟ طول الوقت في البيت، بقضي معظم وقتي مع الاولاد. انت ايه الحلاوه دي كلها ومالك متشيكه كده؟ يا شيخه عن اذنك هروح اجيب طبق جاتوه. قلبي ناسيني خالص. أنا نسيت أعرفكم على بعض. أحمد رأفت، رجل أعمال. مدام منى حامد. أهلا. اتفضل عصف. أنا جوزي بيحب قوي أعمل له الأكل بإيديا. تصوروا إن أنا مرة جبت طباخ، حاسة إن طعم الأكل متغير. قلتي لي وأنا بقول ماسك فيا ومعلق ليه. بيقولوا أقرب طريقة لقلب الراجل معدته. يا شيخة مش معقول، ده كان زمان. ولا إيه يا منى؟ دلوقتي الطريقة لقلب الراجل مخه وتفكيره. أحيانا الراجل يحب يفكر في عمله بنفسه، ما يحبش الست تفكره بيه. هو في حب بعد الجواز؟ على رأيك ما هو الحب بعد سنة ولا اتنين بيبقى زي التليفون. ماله؟ من غير حرارة يعني. كل واحد لازم ياخد اجازه من التاني. ازاي؟ او على الاقل مراته تسيبه يسهر لوحده. وترضى برضو ان مراتك تسهر لوحدها؟ شفتي بقى؟ اه هرش في دماغه، ده لا يمكن يقبل حاجه زي دي. طب وفيها ايه؟ ما المدام سهرانه لوحدها اهي. انا جوزي متوفي. دايما بروح الوزارة عندكم. يا جوزي اتقابلت. دي أول مرة في حياتي أقابل مديرة أنيقة وجميلة بالشكل ده. متشكرة أوي، عن إذنك. اتفضلي.
ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ ما جاليش نوم. طيب دور يا حبيبي ونام. يلا نام نام. كنت فين لغاية دلوقتي؟ وإزاي تخرج من غير إذني؟ كنت بذاكر عند واحد صاحبي، حضرتك ما كنتيش موجودة عشان أقولك. كنتوا بتذاكروا بالجيتار؟ ما هي دي كمان مذاكرة وبكرة إجازة. اسمع، بعد كده مفيش خروج من البيت من غير إذني، فاهم؟ حضرتك بتعامليني كأني عايز، فين الحرية اللي بتقولي عليها؟ الحرية مش معناها السرمحة في الشارع لغاية الساعة واحدة بالليل. عشان تبقى كفء للحرية لازم يكون عندك إحساس بالمسؤولية، ومسؤوليتك دلوقتي إنك تذاكر. اتفضل اطلع نام. في مشروع يا ماما اتخذنا فيه قرار. خير يا مصطفى؟ قررنا نعمل مكتبة جماعية نشترك فيها كلنا. فكرة هايلة. أنا مستعدة أشترك معاكم. لا، آسفين. آسفين ليه؟ لأن الفكرة قائمة على التحرر من رأس المال، وأنتِ رأس المال. لو اشتركتي معانا هتكوني مركز قوة، وإحنا مش عايزين مراكز قوة. هلكتني بالألفاظ الكبيرة دي، السياسة لخبطت مخك. مش عارفة ليه دخلتك كلية الحقوق. العب. ما نخليها تشترك معانا وناخد الفلوس ونشتري اللي احنا عاوزينه. لا، بكره لما تكبر وتعرف ان اللي يدفع اكتر هو اللي يعمل اللي هو عاوزه. ما هي دي عبيط اسمها مراكز القوه. طيب بلاش هشترك معاكوا احسن، لكن افرض انكوا جبتوا كتاب انا مش موافقه عليه. مش من حقك. هنبتدي بقى في قله الحياه. قلنا ما فيش زعل، امال فين حريه الراي؟ والكتب اللي حضرتك مش موافقه عليها بنقراها في السر. يعني ايه؟ يعني تروحوا تشتروا كتاب عن الجنس مثلا واسيبه يدخل البيت؟ ما دام كتاب يبقى علم واحنا كبرنا يا ماما، زي ما بتخافي علينا احنا ممكن نخاف على بعض. نبتدي بكتب عن الجنس. يعني ايه كتب عن الجنس؟ اسكتي. انا مش موافقه، وبعدين ده مش وقت وده وقت مذاكره، المفروض يبقى في ايديكوا كتب المدرسه والجامعه بس. يا ماما، يا ماما هي المذاكره عقاب، احنا بنذاكر وبننجح واطمئني. انا مش موافقه. يا ماما في ثلاث طرق لتنفيذ المشروع، إما إن حضرتك تقتنعي، وإما إننا نتمحلس لك وننزل فيكي دلع لغاية ما توافقي. أيوة. وإما إننا نعمله من وراكي، نشتري الكتب ونقراها في السر. تختاري إيه؟ اتغلبت يا بي، كش مالك. ما اختارش حاجة أبدا، وبس بلاش ده وشبه أنت اللي خوتاني. تلعب مع اخواتك. أصل السبت مساء بالطائرة المصرية، بأمل أن أراك بالمطار. أحمد.
بيها من قبل ما جوزها؟ لسه. مش معقول يا منى، احنا بقالنا سنين كتير بنتقابل، انت عايشه في القرن الثامن عشر. لو كانت ستك ولا ست ستك كان لازم وافقت. البوسه ملهاش معنى الا اذا سبقها اقتناع، وانا لسه ما اقتنعتش. هنرجع لمشكله الاولاد، مش كده؟ يا منى الحياه مش انك تضحي بنفسك عشان ولادك، ولا ولادك يضحوا عشانك. الحياه انكم تعيشوا مع بعض، وكل واحد يساعد التاني على انه يكمل حياته. وانت حياتك ناقصه. انا مش ممكن اتصور انك مش عاوزه تتجوزي. بكره الاولاد يكبروا وكل واحد يبقى له بيت ويسيبوكي لوحدك. هتدوري تشحتي من كل واحد منهم حب وعطف واهتمام. وليله عند مصطفى، وليله عند ممدوح، وليله عند مديحه، هتلاقي كل واحد منهم مشغول بمشاكله ومش ناقص مشاكل امه. الام لازم تفضل على طول لها بيتها ولها جوزها ولها استقلالها عن اولادها. انا مستعد اروح الاولاد واقول لهم. هتقول لهم ايه؟ هخطبك منهم. هعمل ايه عشان نتجوز؟ المشكله مش مشكله الاولاد لوحدهم، دي مشكلتي انا. انت كلامك كله معقول وصحيح، انما انا مش ممكن اتجوز الا بقلبي وعقلي. انت عارف انك اخدت قلبي، انما عقلي مش ممكن يساعدك انت والاولاد. انا محتاج لك يا منى، ومش هقدر استقر في اي مكان من غيرك. عشان خاطر استحمل، استحمل لغايه ما اقتنع واقدر اخد قرار. ارجو لما ارجع من السفريه دي تكوني وصلت القرار. انا محتاج لك يا منى، مش هقدر استقر في اي مكان. عزيزة، فين التليفون؟ لا يا راجل لا. خلص يا محمود، عايزة التليفون. لحظة واحدة يا ماما، لحظة. بلاش نتكلم في التليفون دلوقتي، هقابلك بعد ما ارجع من المدرسة. تعالي تعالي. افهمي. الفستان ده وديه للمكواجي، بس عايزاه بعد الظهر. حاضر. التليفون خدته مديحة. انت ما جيتش المحاضرة ليه المرة اللي فاتت؟ التليفون يا مديحة عاوزاه دقيقة واحدة. والنبي يا ماما براجع الدرس مع صاحبي. ما اسموش صاحبي، اسمه زميلي. وخلصي كلام. ها ما قلتليش هتيجي المحاضرة الساعة كام؟ يا نبيل. التليفون يا ماما. حاضر يا ماما، دقيقة واحدة. مفيش دقيقة، اقفلي. مش ناقص بقى غير إن أجيب له كل واحد وواحدة تليفون في البيت ده، يعني أجيب سبع تليفونات. بلاش ناكل وبلاش نشرب ونقعد نتكلم في التليفون. طيب بعدين، بعدين يا نبيل هكلمك. بعدين. اقفلي. شركة مصر للطيران، من فضلك الطيارة اللي جاية من جنيف توصل الساعة كام؟ 810. الساعة 8:30. متشكرة قوي. خلصتي التليفون يا ماما؟ لا، روحي البسي. اقفلي الباب. عايزه اعمل شعري النهارده حوالي الساعه 4. لا الصبح ما اقدرش، ما انت عارف ان انا بشتغل. ايوه حوالي 4. متشكره قوي.
صباح النور. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا ماما. صباح النور حبيبتي. صباح الخير. ايوه كده. ها مبسوطه مني؟ طبعا. مالكم قافلين كده؟ ده الجو حلو قوي النهارده. على الله يفضل على كده ولا ننقلبش ونرجع نقفل تاني. هضطر اسيب محمود، لحد دلوقتي مش جاهز. استعجلوا. حاولت. على العموم هو حر. انما الحرية ما تبقاش على حساب حد تاني. مفيش الا عربية واحدة وكلنا جاهزين. صباح الخير. اهدى. ايه اللي انت لابساه ده؟ يا بنتي انت بتنسي انك بنت، لازم تلبسي لبس بنات. انا لا بنت ولا ولد، انا بني ادم. بقى في واحدة في الجنس، جنس واحد اسمه جنس البني ادم. ولا ده كمان لبس مدارس، ده لبس فلاج. هتجننوني ولا ايه؟ ما تعتنوش عليها بقى. أنا ما صدقت إنها مفرفشة وبتضحك. هعمل إيه؟ واحدة طالعة يمين وواحدة طالعة شمال. ما بقاش في الجامعة لا يمين ولا شمال، في الشخصية المستقلة، والحرية بتبدأ دايماً بالشخصية الحرة. بلاش فلسفة، وروحي غيري اللي أنتِ لابساه ده، وسرحي شعرك. وأنتِ يا مه، غيري الجزمة دي أحسن والله، يوم الجمعة ما حد خارج من البيت. أنا اتأخرت، سعيدة يا ماما. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ عبد الله. صباح الخير يا فندم. وانت ذنبك ايه؟ دول اربع اولاد وبنتين، يعني امبراطورية. انت هتتجوز واحدة ولا هتتجوز امبراطورية؟ يا ستي انا عارف حبيتك، وانا عارف اني بحب زحمة، وتأكدي اني بحب الاولاد. طب وانا ازاي اديك كل اللي انا عاوز اديهولك؟ الجواز اتنين، كل واحد فيهم بيبني التاني، ازاي اقدر ابني اكتر؟ الاولاد والوزارة. الوزارة سهلة، تقدري تستقيلي. استقيل؟ مش عارف. لو ما عملناش بروفا النهارده هنضيع كل حاجه، دي الحفله بكره والشله قاعده، ما حدش منهم عارف هنتمرن فين، صاله النادي مشغوله والمدرسه ممنوعه، هو علي اللي كنا بنتمرن عنده ابوه طرده من البيت. هنتمرن وهنعمل البروفا حتى لو اضطرينا نعملها في الشارع. هديك تليفون مع شويه. مع السلامه. الله يسلمك. إلا فاكرة يا ماما مشيرة هانم مرات الدكتور عزت. أيوة. واحدة قريبتها اتقدم لها واحد، لكن هي مترددة. هو واحد كويس قوي قوي، عمره بتاع 45 48 سنة، راجل أعمال. وهي عمرها قد إيه؟ حوالي 39 40 سنة. يا خبر، دي عجوزة قوي. لو بتحبوا تتجوزوا، الحب ملوش عمر. على العموم هي حر، الإنسان حر في تصرفاته. من أسبوع رحت أزور مدرسة، زيارة مفاجأة، وعلى اللي شفته. وطبعا المدرسة اللي كانت فاكرة إن أنا رايحة أفتش عليها كانت زي الفل. مفيش حاجة بتتعمل إلا إذا الواحد راح بنفسه. ده مش بس في المدارس، في كل حتة مفيش مسؤول إلا واحد بس، ده بيخلي الباقيين غير مسؤولين ولا نفسهم تتفتح للشغل. حتى الشوارع، لو المسؤول فات في الشارع يتنظف ويتسفلت ويبقى حاجة قبها، والشارع اللي ما يفوتش عليه حد مهم يبقى كله مطبات وزبالة. مفيش تخطيط، مفيش مبادئ، في كذب. موظف بيكذب على رئيسه، ورئيسه بيكذب على رئيسه، وكلامه وتقريره وكل ده كذب. وأنا ما اتكلمش كلمة إلا ويترد عليها بخطبة. حتى في بيوتنا يا ماما، انت فاكرة ان انت لوحدك بس المسؤولة، مش راضية تقتنعي ان كل واحد ممكن يبقى مسؤول عن نفسه. المسؤولية كلها مشتركة. الحياة ماتش كور، مش ممكن حد يدخل جول الا اذا كانت الفرقة كلها بتلعب معاه. بس لازم يلعبوا كويس. كويس، دي هي المشكلة. مين اللي يحكم اذا كان كويس ولا مش كويس؟ المصيبة بتحصل لما واحد بس هو اللي يحكم، هو اللي يقول كويس ولا مش كويس. ما كفاية بقى، هو انا اخلص من مناقشة في الوزارة اجي الاقي مناقشة في البيت؟
انا لسه ما جاش دوري في المناقشه. اجل دورك، انا نازله عندي شغل. صحيح نازله يا ماما؟ هتتاخري؟ ايوه لغايه 9:10. انا بقى عايزه ارجع الاقيكم بتذاكروا، اهي دي المسؤوليه. يا جماعة احنا لازم نخلص البروفة النهاردة قبل ماما ما ترجع، يعني قبل 9. بقالي سنة ماشي معاكي في الشارع، استناكي على باب المدرسة واوصلك لغاية البيت، يعني نتقابل في النادي ونقعد بين الناس. نفسي في يوم اقعد معاكي البيت نتكلم واحنا قاعدين لوحدنا. نفسي ما احسش ان احنا هربانين. نفسي ما امسكش ايدك في السر، امسكها بحريتي. كمان نفسي اقول لك نتقابل عندنا في البيت، لكن خفت ماما واخواتي. يبقى عندنا في البيت نسمع مزيكا ونرقص، نتكلم، نشرب شاي. بس تقعد عاقل. انا في البيت اعقل من الشارع. كمان خارج؟ كلكم خارجين وسايبيني لوحدي؟ امال انا جايه هنا بمين؟ انا لازم اذاكر عند علي صاحبي. اتفضل اتفضل يا سيدي. لا لا انا هبطل، ماما قفشتني وانا بسرق سجاير البيت. امال نعمل ايه؟ هما فاكرينا لسه عيال. تصور ماما بتندهلي بلولو، كل ده ولولو. اتفضل تاخدي بق يا بت سعاد، انتي بق وانا بق. يا خبر يا سيدي، دي الست لو عرفت تموتني، دي بتحاسبني على بق الميه. ايش حال بقى بق الكزوزه؟ مالكش دعوه بيها يا مدحت، كل واحد له اللي بيته. يا اخي هي ماما راضيه تشغل حد الا عزيزه؟ ايه اللي انت عامله في البيت ده؟ دي بروفا يا ماما. ومن امتى البيت بقى بيتعمل فيه بروفات؟ مضطرين يا ماما، ما لقيتش حته. وليه ما قلتليش؟ ما كنتيش هتوافق. طبعا كنت فاكر ان انا رايحه كوافر ومش راجعه، فاكرني حسهر مش كده؟ كده. طب اتفضل بقى انت وفرقتك، كفايه. مش ممكن يا ماما، لازم نكمل، واللي حصل حصل بقى، سيبينا نكمل، الحفله بكره، اعملي معروف، ما تكسفينيش قدام اصحابي. طب اتفضل، كملوا قدامي. ماما، اتفضلي انت. لا مش هتفضل، قدامي. نكمل يا جماعة. من عند المكواجي؟ ايوه يا ستي. مديحه فين؟ خرجت يا ستي. ومهد؟ خرجت يا ستي. ومدحت؟ مفيش هنا غير سو مصطفى وبيذاكر. كل ده عشان افتكروا ان انا خارجه ومش راجعه. ماما فين؟ موجوده في اوضتها. دي مسخره، ده مش بيت، ده كباريه. اعملي معروف يا امي، انزلي اقعدي مع الاولاد لحسن عندي ميعاد مهم. انا لا هقعد مع الاولاد ولا احب المسخره دي، انا ماشيه. أنا دمي ما استحملش الحاجات دي، البيت زي الكباريه. في عرضك يا أمي، ده مش وقت سفر، انزلي اقعدي مع الأولاد، لازم أخرج. اقعدي أنتِ، مش أنتِ اللي مربياهم على الحرية والمسخرة؟ مش دي طريقة تربيتك؟ اشربيها بقى.
انا مسافر عند اخويا، هقعد كم يوم هناك. يعني عند اخوكي بترتاحي؟ ما انت ما بتتفقيش مع مراته. اروح بيتي، بيتي اولى بيا. هتقعدي لوحدك؟ ما انت هنا قاعده معايا. ما انا هنا قاعده لوحدي برضه، وانا لا اي حد سائل فيا. سيدي. نعم. انا نازله اجيب شاي، عايز حاجه تاني من تحت؟ لا بس ما تاخريش. حاضر. ياه انا اتاخرت قوي، انا مروح زمان ماما مستنياني. سلام. اوصلك؟ لا اقعد انت ذاكر. انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. وانت يا مطوط؟ انا ماليش دعوه، انت ماليش دعوه. حتى العيال وصلوا الدرجه دي بقى؟ ده جيل. كنت فين حضرتك لغايه دلوقتي؟ كنت في النادي، نادي التجديف. في النادي لسبعة ونص؟ حد بيقدف لغاية الساعة سبعة ونص؟ كنت في النادي وخرجت من النادي اتمشيت مع أصحابي لغاية هنا. ويطلعوا إيه أصحابك دول؟ يطلعوا أولاد يطلعوا بنات، المهم إنهم أصحابك. كفاية بقى يا ماما كفاية. ما قلتليش ليه إنك خارجة؟ ولا كنت فاهمة إن أنا خارجة ومش راجعة البيت؟ ما قلتلكيش لأنك ما كنتيش موجودة علشان أقول. اسمعني، بعد كده مفيش مروح نوادي، مروح نوادي مفيش خالص. ترى ست مها كمان في أنهي نادي؟ لطيفة شقتك. ميرسي. تفضلي. تحبي تشوفي تاريخ حياتي؟ أنا اللي يهمني أكتر مستقبل حياتك. لو كنت شفتيني وانا صغير كنت برضه حبيتيني. لا كنت هستناك لغايه ما تكبر واشوفك تستاهل ولا ما تستاهلش. وكبرت واستاهلت. وانا عاوز ابوسك، انما مش عاوز ابوسك لاننا لوحدنا. عاوز ابوسك لانك عاوزه تبوسيني دلوقتي، بس حاسس انك ملكي. ترى ما فين لغايه دلوقتي؟ يا جماعة نكمل بكرة. أنا آسف. كنت فين حضرتك لغاية دلوقتي؟ كنت مع نبيل. اتعدلي وكلميني عدل، كنت معاه فين؟ في البيت بنسمع مزيكا. يا الحركة أسود، في بيته؟ في بيته؟ أنتوا بتصحابي شكلنا. أصحابك.
خلوا الواحد يخرج عن وعيه. حرام اخرج مره وانا مرتاحه، حرام انبسط مره. منى كده برضو اوصل ما لاقيكيش. متاسفه قوي ما قدرتش. لا مش تعبانة ولا حاجة، صوتي مبحوح شوية. بعدين بعدين كلمونا لما ترجعوا البيت. مع السلامة. ساكتين ليه؟ ما تتكلموا. ما تتكلموا، ما تخافوش. أتكلم عشان أتضرب تاني؟ دي أول مرة في حياتي ماما تضربني. أول مرة حد في الدنيا يضربني. وأنا هقول إيه بعد ما كسرت لي الجيتار؟ أنتوا اللي اضطريتوني أعمل كده. مفيش حد يضطر يعمل حاجة مش من حقه. يعني مش من حقي لو حد غلط إني أضربه؟ لا مش من حقك. أنا أمكم. مالكيش فضل في كده. كل واحدة ممكن تبقى أم. هذا ما جناه أبي وما جنيته على أحد. احنا ما بنتناقش ان كنت ام ولا لا، احنا دلوقتي عايزين نناقش سلطه الاداره في البيت ده، سلطه اعطاء الاوامر. باي حق تكسر الجيتار؟ انا اللي اشتريته ومن حقي اكسره على دماغك لو ما عجبنيش الحال. انا هنا رب البيت ده، انا اللي بشقى وبتعب وبشتغل عشان اجيب لكم الفلوس اللي بعيشكم بيها. ده مش سبب كافي عشان تتحكمي فينا. لو اتبعنا منطق كل من يصرف يتولى الاداره، معنى كده اني ادور على ام تانيه اغنى منك تصرف عليا وتولى اداره حياتي. يبقى من حقنا كمان اذا ما كنتش هتولى اداره حياتكم اني ما اصرفش عليكم. لا مش من حقك. انت ما تصرفيش علينا يا ماما بارادتك، لكن المجتمع والقانون بيفرض عليك انك تصرف علينا. ما حدش يرد على التليفون. اقعدي. والحب يا مصطفى، انا ما حسيتش لا بالمجتمع ولا بالقانون وانا بشتري لك اللبس ده، اشتريته لاني بحبك. الحب عاطفه راسماليه، الحب حجه الدكتاتوريه. كل دكتاتور ممكن يعمل اللي هو عايزه ويقول للناس انه بيحبه، هو بيحبش الا نفسه. يعني يا ماما عشان ما بشتغلكيش حاجه يبقى ما بحبكيش؟ كلهم مش فاهمين ايه هو الحب. اسكت انت. كلنا بنحبك لكن ما بنطلبش نتحكم في حياتك. انتوا ما بتحبونيش، انتوا بتنسوا ان انا بشتغل وبشقى وبتعب. كلنا بنشتغل، وحاجه المجتمع لشغلك ما بتزيدش عن حاجه المجتمع لشغلنا. انت بتشتغلي في الوزاره واحنا بننجح في الجامعه، الحكومه لما تفعلك ماهيتك بتكلفك تدفعي لنا نفقاتنا. يعني انتوا بتستفيدوا لكن انا بستفيد ايه؟ مش المفروض الفرد يستفيد لوحده، المجتمع كله هو اللي لازم يستفيد. وفي حاجه تانية بتستفيدي منها يا ماما، المتعه الشخصيه. أنهي متعة؟ فرحتك بينا. عايزة تعملي إمبراطورية تتباهي بيها. ميم ميم ميم، كلنا ميم. كنت سألتينا إيه رأينا في الميم؟ محدش يرد. عادي. أنتوا عاوزين إيه؟ عايزين يبقى فيه ديمقراطية. افندم ديمقراطيه الحكم والاداره، مين اللي يحكم ويدير في البيت ده؟ طبعا انا. لا اظن انت. ولا انا، القاعده الشعبيه يعني بالانتخابات. الديمقراطيه هي الانتخابات. العيله تنتخب الشخص اللي عايزاه يدير البيت ده ونجدد انتخابه كل سنتين ونعمل لائحه لسلطات الاداره. كلام مجانين، كلكم بقيتوا مجانين. الكلام اللي بتقروه وبتسمعوه لخبط مخكم. انا عارف من دلوقتي هنتخب مين. وانا ليا مطالب، اللي انتخبه لازم يوافق عليها. وانت يا سعادة البيه ايه مطالبك؟ انا الانتخابات.
جربي يا ماما، دي فكره جديده. اوه جربي يا ماما، جربي يا ماما، علشان خاطرنا يا ولد ما وافقتش. تبقي مش ديمقراطيه. اذا ما وافقتيش هنرجع للقاعده الشعبيه. يا ماما ما انتوا بتدرسوا الحاجات دي في المدارس. والنبي يا ماما، والنبي يا ماما، علشان خاطرنا. والنبي انا اللي هرد. اتفضلي. بكره الانتخابات تحصل. سامحوني كلكم. ايه ده يا منى؟ انا غلطت اتصل بيكي. انا اسفه، اسفه قوي يا احمد. العيال هيجننوني. احنا الاتنين مظلومين. لو كنت بتظلميني وبس كنت سامحتك وصبرت، لكن اللي ما اقدرش اسامح فيه ولا اصبر عليه انك بتظلمي نفسك. هعمل ايه بقى؟ طول ما انت بعيد بستناك، ولما بتيجي لا بقدر اشوفك ولا بقدر اقعد معاك. ما تقدريش ولا مش عايزه؟ انت عارف كويس قوي أقدر إزاي مهما كنت عايزة. دول ستة يا أحمد، ست مشاكل عايشة بيهم وعايشة معاهم وعايشة ليهم. وأنا المشكلة رقم سبعة؟ لا، أنت عمرك ما كنت مشكلة، لأنك عذرني وفهمني. أنت مش عارف أنا عملت إيه النهاردة عشان أجيلك المطار. عملت إيه؟ رحت للكوافير. بس؟ يا سلام. لا مش قصدي، هكلمك بعدين. بعدين هصحيكوا الصبح من النوم. مع السلامة. أنا عارف مين اللي كانوا بيكلموكي. لازم كانوا بيقولوا لك على اللي حصل. نحكي لك على كل حاجة. بعد ما خلصت مذاكرة مع علي، ركبت الأسانسير عشان أنزل. ركبت معايا. هي مين؟ الشغالة بتاعتهم، سعاد. الأسانسير كان فاضي. بصت لي وضحكت، قربت مني، اتشعبطت فيا وبستني. ادي اللي حصل. انت كبرت للدرجة دي؟ مصطفى، مصطفى تعالى، خلي اخوك يحكيلك على حكايته، شوف هتعمل فيها ايه وتعالى قولي. اتفضل شيل مسؤوليات. احنا قررنا الانتخابات تبقى بعد 5 ايام، يعني الجمعة الجاية، ولازم تبتدوا تستعدوا. استعد يعني ايه؟ يعني الحملة الانتخابية، كل واحد عايز يرشح نفسه، لازم يقدم نفسه ويعلن مبادئه للناخبين. وده يبقى من الساعة كام للساعة كام؟ يعني ايه يا ماما؟ هي سينما؟ والله مش معقول اسيبكوا بقى تسيبوا المذاكرة والمدرسة والجامعة وتقعدوا تلعبوا بحكاية الانتخابات، دي اللي تبقى اسمها سينما. احنا مش بنلعب يا ماما. ما انا لما اسيب شغلي ابقى بلعب. اسمع بقى، الحكاية دي تبقى من الساعة 2:30 بعد الغداء لغاية الساعة 5. قبل كده شغل وبعد كده شغل. معقول الكلام ده؟ معقول يا ماما. خلصت التليفون يا ماما؟ اتفضل. ما هو الوحيدة اللي ملهاش حق تتكلم في التليفون في البيت ده هو أنا. عاوزة التليفون يا ماما؟ لا مش عايزة حاجة، مش عايزة حاجة أبدا. منى، مش معقول يا منى، أنا مستنيكي من امبارح. آسفة يا أحمد،
انت مش عارف ايه اللي بيجرالي. الولاد مجننين. الولاد مجننينك وانت مجنناني. صباح الخير اولا. صباح الخير يا منى. هكلمك تاني. حاضر يا فندم بعد 10 دقايق. الاوراق دي مستعجله وعايزه تتمضي النهارده. اللجنة كلها جت، أقول لهم يتفضلوا؟ خليهم يتفضلوا. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. أنا آسفة أقول لكم إن التقارير اللي قريتها هي نفس التقارير اللي بقراها من سنين. يا ست خديجة تعرفي إيه عن حسنية؟ طبعا ما تعرفيش حاجه عن حسنيه. حسنيه دي طالبه عندك في المدرسه، حالتها صعبه قوي، جاني عنها تقرير من بره. اللي عايزه اقوله ان احنا مش مدرسات وناظرات وبس، احنا امهات. المدرسه مش بتدي العلم وبس، المدرسه بتربي، بتخلق الشخصيه. لازم كل ناظره وكل مدرسه تعيش في حياه الطلبه اللي عندها. طبعا هتقولوا ازاي والعدد كبير. ايه يا منى ما اتكلمتيش يعني؟ اهلا وسهلا. النهارده الساعة 4 بإذن الله. فين؟ في جريدة الأهرام. ايه؟ فين؟ في الأهرام. خلاص مستنيكي. بس اوعي تتحججي بالأولاد. الساعة 4. متشكرة قوي. اهلا يا ماما. حلوه دي يا ماما، انا اللي رسمتها. انت مش ناويه تعملي دعايه يا ماما؟ لا كفايه عليكم، ما انتوا عارفيني كويس ولا لسه مش عارفين امكم؟ المهم نعرف مستقبلنا. ايوه ماما، عايزه فلوس. انت خارجه؟ اه. رايحه فين؟ عايزه انا اقول لك بصراحه؟ ايوه قولي بصراحه. رايحه اقابل نبيل. هتقابليه فين؟ مش عارفه لسه. عارفه انا عايزاكي تقابليه فين؟ هنا في البيت في وسط اخواتك. صحيح يا ماما، اقدر اقابله هنا؟ ايوه تقدري. طب وانت رايحه فين؟ انا خارجه، مش هتاخر. نبيل اسمع، تعال عندنا في البيت. ما تخافش، دي ماما هي اللي قالت كده. نبيل مين ده اللي هيجي هنا؟
مالكش دعوه انت، ماما هي اللي قالت. مفيش حد هيجي هنا وانت جاي هكسر رجلك. ما تقدرش اوعي، يلا هات. انا كرامتي ما اسمحش بكده. انا مالك انت؟ انت كل حاجه تتحسر فيها، انت مالك يا ماما؟ اخيرا قدرت اشوفك، بقالي يومين مش قادر. وحشتيني. انت كمان. بقى معقول يا منى هنفضل نتقابل بالطريقه دي؟ يا في جنينه يا في عربيه يا في صحراء، حرام يكون لنا بيت. اهو ده اللي تعبنا طول عمرنا، عمر ما هيكون لنا بيت انا وانت لوحدنا، دايما هيكون معانا الاولاد. فتحيهم في الموضوع، كل واحد فيهم هيجي يوم ويبقى له بيت لوحده. لازم يعرفوا، لازم نقول لهم كل حاجه، مفيش بينا عيب نخبيه. اللي بينا مش عيب، بس اللي بينا مش هنعرف نكمله. انا عارف، انت اللي مش عارفه. كفايه يا منى. صحيح كفايه، انت استنيتني كتير واستحملتني كتير. اللي محيرني اكتر ان حبك كبير، ما استاهلوش. مش عارفه اعيش كلي في حبك. كلك يعني انتي والاولاد؟ انا بحبك انتي والاولاد، مين عارف، يمكن لو كنتي من غير اولاد ما كنتش حبيتك الحب ده كله. ده خيال، لما هنيجي للواقع هتلاقيني عايشه معاك بتلت عقل، تلت للاولاد وتلت للوزاره وتلت لك. المفروض ان ابتدي معاك بكلي. انا هبقى معاكي في كل تلت، معاكي وانتي مع الاولاد، ومعاكي وانتي في الوزاره، ومعاكي دلوقتي. الحياه مش واحد وواحده يا منى، الحياه دنيا بحالها. وهتبقى معايا في الانتخابات؟ انتخابات ايه؟ اوعي تكوني هتعمليها. مش انا اللي هعملها. الاولاد قرروا انهم يعملوا انتخابات في البيت وينتخبوا مجلس اداره ورئيس مجلس اداره. يعني يستغنوا عني. بجد؟ بجد. ووافقتي؟ وافقت. بقى ده اسمه كلام؟ لازم بيهزروا. معرفش. معرفش اذا كانوا جد ولا بيهزروا. انا حيرانه قوي. واللي مخليني محتارة أكتر أنت، من يوم ما تقابلنا وأنا حيرانة وخايفة تكون حيرتي دي هي اللي بتخليني أغلط، وغلطي هو اللي خلى الأولاد يتغيروا عليا ويصوروا ويطلعوا في حكاية الانتخابات دي. مش طريقة تخرجك من الحيرة إلا إنك توافقي. منى قولي إنك وافقتي. هقول، بس مش دلوقتي. لازم ارجع. ما قلتليش يا منى هشوفك امتى وفين؟ في البيت، في بيتي. تعال اعرفك على الاولاد ونشوف هيجرى ايه. مفيش مشاكل فرديه، اللي عنده مشكله فرديه يبقى هو لوحده مسؤول عنها، واحنا نثق فيه ونثق انه هيعرف يتصرف ما دام ما بيعتديش على المجتمع ولا على حد تاني. لكن انا مش عارف احل مشكلتي وانت مش عارف تحلها لي. اللي حلها انك تخوض التجربه الاخيره، اتصرف زي ما انت عايز لغايه ما تعلم نفسك. اسمع يا معلم، اقعد بكره لما تحضر ترابيزه الغدا تحط فيها كراسي لينا كلنا. عارف يعني ايه؟ هتقعدوا معانا انت وعزيزه، اقعدي، وعم حسنين اقعد. الاكل مش طبقات، كلنا طبقه واحده، نعيش مع بعض، ناكل مع بعض زي كل الشعوب المتقدمة ما بتعمل. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ دعاية انتخابية. ما قلنا ما فيش انتخابات بعد الساعة 5. اتفضل يلا على المذاكرة. بس كفاية، اتفضل على المذاكرة. عندها حق يا مصطفى، فاهم؟ انت سايب لي اللي في الجنينة ده وقاعد لي هنا؟ كل واحد سايب شغله وقاعد هنا، اتفضل روح شوف شغلك. وده مطرح المعاشة؟ المعاشة في الصالون؟ فين البنات؟ موجودين في اوضتهم يا ستي. اسمع، عايزه الاقي البيت زي الفل. حاضر. زي الفل. حاضر. جاي لي ضيف مهم على العشاء النهارده. حاضر حاضر. بس بقى الله، بقول لك بس. حصل ايه؟ حصل ايه؟ محمود ضربني وزعق فيا وما رضاش يخليني اعزم نبيل هنا. اشوفه فين بس يا ماما؟ باي حق يمنح لنفسه حريات ويحرمها على غيره؟ ليه الولد من حقه يعزم البنت بتاعته في البيت، وليه البنت مش من حقها تعزم الولد بتاعها في البيت؟ طيب اهدوا، مش وقته دلوقتي، انا هصلح كل حاجه. المهم النهارده عندنا ضيف جاي على العشاء، وعايزاكم تبقوا رايقين وما تجيبوش سيره الحكايه دي على السفره.
وانت عشان خاطري سرحي شعرك والبسي لي بفستان حلو. عشان خاطري. هو مين اللي جاي؟ تلاقي واحد من العواجيز بتوع الوزاره. لو كان عجوز ودمه تقيل انا هسلم وامشي. الا قوليلي مش ملاحظه حاجه على ماما؟ حاجه؟ حاجه زي ايه؟ انا بقى ملاحظه. انا مش فاهم ليه ماما عايزانا كلنا نقابل الضيف ده. وماله يا محمود؟ طب جاي ليه؟ افهم بس. ماما ممكن تربطي لي كرافته؟ السجاير ممكن تخسر صحتك، انما مش لازم كمان انها تخسر اخلاقك. يعني اذا مصمم تدخن بلاش تسرق السجاير، يا تخسر صحتك يا تخسر اخلاقك، ما تخسرش الاثنين. ما شاء الله مديحة فنون جميلة. أهلا وسهلا. مها الثانوية العامة. أهلا يا مها. محمود ثانية ثانوي. أهلا وسهلا. مدحت أولى ثانوي. أهلا أهلا. ممدوح قبول أعداد. أهلا أهلا. كلكم على حرف الميم. مش بقول لك إمبراطورية ميم. اتفضل. بعد الانتخابات مش هتبقى امبراطورية، في حاجات كتير هتتغير. جديدة حكاية انتخاباتي، انا لفيت بلاد كتير قوي. ما شفتش انتخابات جوه البيوت. وما تنساش حضرتك ان الاسرة بحكم تكوينها الطبيعي خلية اشتراكية داخل المجتمع، ولازم النظام اللي يسود المجتمع يمشي كمان على الاسرة. كفاية مصطفى. مصطفى غاوي سياسة ومناقشات سياسية. وانت برضه يا محمود غاوي سياسة؟ لا. محمود غاوي موسيقى. عظيم. لكن انت لسه بتدرس. اما انا بقول بقى بعد ما يخلص المدرسة والجامعة يطلع موسيقي، يطلع كاتب، يطلع اللي هو عاوزه. مظبوط. طبعا هيوافق على كلامها. لا مش مظبوط. مظبوط ازاي؟ وليه ما يحترفش الموسيقى من دلوقتي؟ ليه تضيعوا عليه الفرصة؟ هو لازم يعني الشهادة؟ شارلي شابلن ما دخلش جامعة، ولا شكسبير دخل جامعة، إنما قدروا يستغلوا مواهبهم يفيدوا بيها نفسهم ويفيدوا بيها المجتمع. أنا بقول نكمل دردشة على السفرة أحسن. اتفضل يا أستاذ أحمد، اتفضل. شايفة اللي أنا شايفاه؟ طبعًا، مخليين بالنا عليهم أوي وتذوقنا أوي. اتفضل هنا يا أستاذ أحمد. كنت فين حضرتك في آخر سفرية؟ في لندن. لكن الحقيقة أنا تعبت من السفر، فقررت أركز شغلي هنا. يبقى ليا مكتب هنا ومندوبين في كل بلد. أنا عاوز أبقى مندوب. أنا ملاحظ إن كل شغلك يا أستاذ أحمد في دول رأسمالية. الشغل ما فيهوش رأسمالية واشتراكية. يعني مثلا في معاملات تجارية بين فرنسا والاتحاد السوفيتي أكتر من المعاملات التجارية اللي بين روسيا والصين مثلا، وبالعكس في تبادل تجاري بين أمريكا وروسيا. الشغل شغل. بلاش سياسة يا مصطفى. أبدا، ده كلام مهم. ما هو بلاش كلام مهم دلوقتي.
هتقدر تعيش في الزحمه دي كلها. اديك سمعت المناقشات وشفت ايه اللي ممكن يحصل. شويه شويه هناخد على بعض. انا متهيألي نستنى لغايه ما تاخدوا على بعض. لا، الواقع هو اللي هيخلينا ناخد على بعض. يعني لما اعيش معاهم ويعيشوا معايا، فتحيهم في الموضوع وحطيهم امام الامر الواقع. مش عارفه يا احمد، انا حيرانه قوي دلوقتي، خايفه اكتر من الاول. مصطفى تعال عاوزك. تعال يا مصطفى اقعد. اسمع يا مصطفى، ادام دلوقتي بنتكلم بصراحه كل واحد في البيت ده بيعمل اللي هو عاوزه، لدرجة هنعمل انتخابات ومشاركة في مجلس إدارة، أحب أقول لك على حاجة كنت مخبيها عليكم من زمان. في واحد طالبني للجواز وبقالي سنين برفض، لكن لسه بيطلبني. جواز يا ماما؟ جواز يا مصطفى، أمك لسه صغيرة ولسه بيطلبوها للجواز. وإنتي رأيك إيه؟ لغاية دلوقتي ماليش رأي، أحب أعرف رأيك أنت. ده من حقك، أنت حرمتي نفسك كتير عشاننا وعشان خاطرنا. إنما كفاية، لازم تعيشي وتتجوزي. يقولك ما تتجوزيش يبقى أناني، وأنا واثق لا أنا ولا إخواتي فينا حد هيطلع أناني. يعني موافق؟ موافق يا ماما. مبروك. لسه ما جاش وقت مبروك، أنا لسه ما وافقتش. وعلى اي حال هنتكلم في الحكايه دي بعدين. طبعا هو المفروض الاستاذ احمد. في خبر جديد، اقصد حادثه جديده احب اقولها لكم. ماما تقدم لها عريس، يعني هتتجوز. أنا ما كنتش فاكرة إن المسألة ممكن توصل للجواز. طبعاً اللي هيتجوز هو أحمد بيه، كان باي. من حقها ولازم تتجوز، حرام علينا، دي بقالها 10 سنين وحيدة. ما إحنا كنا فاكرين إنها خلاص خدت على الوحدة. ولما هتتجوز هيقعدوا فين؟ في البيت هنا طبعاً معانا، ما تقدرش تسيب البيت وتروح تسكن معاه لوحدها. وهينام فين؟ إيه الأسئلة السخيفة دي؟ طبعاً هيناموا في أوضة ماما. يعني هينام مع أمي؟ يا خبر. طبعا في حاجات كتير هتتغير لما راجل غريب يدخل في بيتنا. لما يبقى جوز ماما ما يبقاش غريب. الغربة هيكتروا بينا، لسه من يومين واحد تاني كان هيزورنا. نبيل هيزورني زي ما انت عايز سعاد تزورك، زي ما مصطفى عايز ميرفت تزوره. انا لسه ما فيش حد زارني. يا جماعة مش وقت الكلام ده، المهم دلوقتي ان احنا نوافق واحنا مطمنين ما فيش حاجة هتغير من ارادتنا. الانتخابات هي اللي هتحدد السلطات. كلنا هننتخب مصطفى رئيس مجلس ادارة البيت. طبعا دي الطريقة الوحيدة ان احنا نتولى ادارة شؤوننا. وهتاخدوا رأي القاعدة الشعبية في حكاية الجواز دي؟ لا، دي مسألة خاصة مش مسألة عامة. وبعد حكاية امبراطورية ميم، اللي جاي مش ميم، يعني نغير اسمه كمان؟ نسميه مشمش. على ايه؟ هو حصل حاجة؟ أنا موافقة. طب مش تستنوا لما أوافق أنا الأول؟ مصطفى قال ده حقك. المهم إن حقي ما يبقاش على حساب حقكم. مبروك. Thank you.
قلت له كلهم موافقين، لكن شكلهم مش موافق ابدا. انا كان ارحم عليا لو كانوا قالوا لا. يا منى ما تبقيش كده، انت بتهيألك زي ما تهيألك انهم عاملين حكايه الانتخابات دي عشان يستغنوا عنك. هو في حد يستغنى عن امه؟ الانتخابات قبلتها على انها لعبه، لكن حكايتنا مش لعبه، دي ممكن تعقده. يا ما ناس اتجوزت وهي مخلفه وما جراش حاجه لعيالهم، ويا ما ناس اتجوزت واولادهم اتعقدوا وخسر مستقبله. يا منى فكري في نفسك، ادي شويه من حبك لنفسك، مش كل حاجه للاولاد. ومش ممكن هتسعدي الاولاد الا اذا كنتي سعيده، وانت بقالك سنين مش سعيده. مش عارفه، مش عارفه يا احمد، انا مش ممكن هبقى سعيده الا بسعاده اولادي. انت عصبيه دلوقتي، اهدي وبكره نتكلم. ايه رايك نتعشى سوا معايا ضيوف اجانب؟ هفوت اخدك الساعه 9 من البيت. لا نتقابل بره احسن. هفوت اخدك من البيت، احنا ما بنسرقش. رايحة فين يا ماما؟ كل يوم هتخرجي؟ لا بس النهارده معزومة. يعني مش هتطلعش معانا؟ وانا عاوزة اجي معاك. الدنيا دلوقتي ليل، لازم تخشوا تناموا. لكن انا عاوزة اجي معاك. عيب يا ممدوح، سيب ماما في حالها. اخرجي يا ماما وانبسطي. انت ايه مشكلتك؟ انك مش غاوي حاجه جنب شغل المدرسه، يعني لازم تغوى فن او رياضه. ممدوح ما غلطش عشان غاوي كره، ومحمود ما غلطش عشان غاوي جيتار. انت كمان غاوي ايه؟ انا غاوي اكتب قصص وحكايات. اكتب بس بعد ما تخلص مذاكره، وانا هشتري منك اللي هتكتبه. مين عارف يمكن يبقى كتاب ولا يطلع في السينما ولا التلفزيون. بجد؟ بجد، انت بس جرب وانا هشتري. انا هكتب من بكره، من ليله. فين ممدوح؟ معرفش. ما تعرفش؟ مديحة، مديحة، محا، ممدوح فين؟ معرفش. يا خبر، مصطفى، مصطفى، ممدوح عندك؟ فين يا ماما؟ مش لاقيه. روحي دوري عليه بدل ما انت واقفه قصادي. ممدوح، ما لقيتيهوش؟ لا ما لقيتوش. مديحة، لقيته، لقيته يا مديحة. مصطفى، مصطفى، لقيناك مصطفى، لقيناك. ايه اللي نايمك هنا؟ قالوا لي انك بتخافي تنامي لوحدك عشان كده هتتجوزي.
سيبتنا يا اخي، افتكرنا حفلة بكرة باظت. حفلة ايه؟ حفلة انتخابية، ليلة الانتخابات. ودي لازم يتعمل لها حفلة؟ ضروري يا ماما، وعزمنا كل اصحابنا عشان يشتركوا في التجربة ويمارسوها، يبقى في كل بيت فيه انتخابات. انتوا بتعملوا الحاجات دي من غير ما تاخدوا اذني؟ في الانتخابات محدش من المتنافسين بياخد رأي التاني من العدوين. وانا بقيت منافسة يعني. عدوة مش كده؟ تقدري حضرتك تعملي حفلة تاني؟ لا مش عاملة. مرمطوني البيت، مرمطته الدنيا، مش عارفه احنا ازاي. انت قلت القرك لحمه تيجي؟ ليه؟ لا هو ناخب ولا مرشح، بس احنا عازمين اصحابنا وده صاحبك. اسمعي، انا ما بحبش كلمه صاحبك دي، معناها عند الناس مش حلو. وبعدين انت مالكيش شغل في الكلام ده. انا مش عارفه ماما مش عايزه تعزم الاستاذ احمد ليه. اقول لك تعالى نعزمه احنا ونعمله مفاجاه لماما علشان نقدر نجيب اصحابنا. ملوش لازم ما دام هي مش عايزه. والنبي تلاقيها عايزه، انما عقلها بيحسب الف حساب. انا هروح اكلمها. وانا جايه معاكي، انا موافقه. بس حماقي نمرته ازاي؟ نلاقيها في الدفتر. ماما انت ما عزمتيش حد من اصحابك؟ لا انا ماليش في الحفله دي. ماما اقدم لك اسماعيل. ماما اعرفك على نبيل صاحبك. ممكن احمد كمان وصل. اهلا وسهلا. اهلا، انا مش جاي من نفسي، انا معزوم، الاولاد عزموني. يا ترى مين اللي كلمك؟ مش عارف، يا مها يا مديح، وجهوا لي دعوه رسميه باسم العيله كلها. تحبي اقعد معاكي ولا مع اللي عزموني؟ معايا انا طبعا، اتفضل. شوف يا منى، انا بلاش نتكلم في موضوعنا النهارده، دي حفله الاولاد. لحظه يا جماعه، فضلكم اخواتي واخواني، الليله مش زي اي ليله، ما هياش حفله عاديه، ده اجتماع انتخابي، واحنا عزمنا اللي مش في دايره الانتخابات واللي مالهمش صوت، ده علشان يفهموا التجربة ويحاولوا يمارسوها. التجربة هي إدخال نظام الدولة في كل بيت، يعني زي أي مؤسسة شعبية فيها انتخابات وفيها مجلس إدارة وفيها رئيس لمجلس الإدارة، وكمان لازم الإدارة في البيت تبقى بالانتخاب. مش حلو ماما، يعني عاجبك كده؟ مش عايزة فضايح في البيت هنا. لو خايف عليها روح اقعد معاها واقفلهم، يا تاخدهم عندك هناك. اسمع ده ضيفك، انا مش عايزه فضايح. حاضر يا ماما. في حاجه؟ لا ابدا. امال فين اصحابك يا ممدوح؟ انا قاعد مع مامتي. تعالى انت كمان، يلا يا جماعه هنشرب كوبايه بيره سوا، يلا نشرب سوا. حق لو كانت كل الانتخابات بالشكل ده ما كانش حد ما دخلهاش ولا اداش صوته زي ما بعمل. خد يا عم عبد، خدي اشربي يا عزيزه معانا. انا اشربي. اه اشربي. كلمت والدك؟ بابا مش موافق. هتعمل ايه؟ هستنى لما بابا يوافق. وافرض ابوك ما وافقش طول عمره. عاوزاني اعمل لك ايه بس يا مديحة؟ بابا 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 زي ما تكون لسه صغير. المزيكا دي بلاش، غيرها بحاجة سريعة.
لك غيرها. يعني لو اتجوزنا هنقدر نعيش بمهيدي؟ ده هتبقى 17 جنيه. يا اما نعيش ببيت بابا يا ببيتكم. انا مستعده اتجوز واعيش ب 10 جنيه، انما انت ما تقدرش. انت عايش في الزمالك وانا كمان عايشه في الزمالك، وفي فيلا مش في شقه زي شقتكم. انا مستعده اتجوز واعيش في حاره ولا في عشه. خلاص اعتبر الموضوع منتهي، مفيش جواز، وانا ما اتجوزكش حتى لو ابوك وافق. ما تيجي نعزم الجماعة وما كمان يجوا يرقصوا، مش قلت إزالة الفوارق بين الطبقات؟ فعلا لازم نعزمه. عم حسنين ما تيجي ترقص معانا، دي حفلتنا كلنا، دي حفلة شعبية. وده برضو كلام يا مصطفى، ما يصحش. يا راجل خليك متقدم، في حاجة اسمها يصح ولا ما يصحش، ولا فوق ولا تحت، اللي بيعمله ناس من حق كل ناس تعمله. خلاص تحت أمرك. تعالوا معايا. يلا بينا. سي مصطفى، كمان سي مصطفى، ألف مرة سي مصطفى، ربنا يخلينا سي مصطفى. نقصني يا جدع. أنا عايزاكي تبصي للي حصل ده على إنه تجربة مش صدمة. أنت لسه صغيرة ومصيرك تقابلي إنسان يفهمك ويقدرك ويكون متخرج ويعتمد على نفسه. أنت تستاهلي أحسن واحد في الدنيا. أنا مش عايزاكي تكشري كده، عايزاكي تضحكي وتنسي اللي حصل. مش عايزة حد يشوفك بالشكل ده. اضحكي اضحكي. يلا يلا نقعد مع الناس بره. عملت في روحك ده؟ مش انا اللي عملته، روحي كده. روحي انت على الاستاذ احمد. اقول له ايه؟ يا اخي مديحه تعالي ذوقي معايا الدبس ده. ده اللي كان ناقصني انا. نايمين. اوف هات في دماغه. شارب ايه ده؟ بيرة. مين اللي جاب البيرة البيت؟ مصطفى. ده اللي فاكراه كبر وعقل؟ أمال لو مسك البيت هيعمل فيكوا ايه؟ أنا آسفة أوي يا أحمد، سايباك لوحدك. لما أنا اتضايقت. إيه دي بس؟ أنت بقيتي عصبية أوي. اعمل ايه يا احمد؟ اديك شايف حتى الكبير اللي بقول كبر ويقدر يعتمد على نفسه بيتصرف من غير عقل. كتبت عليك لما قلت لك عايش معاك بتلت عقل، مطيرين عقلي كله. لحظه واحده من فضلك. ودلوقتي اللي له حق الانتخاب يجي يكتب اسمه مرشحه هنا. خد. ماما مش هتدي صوتك يا ماما؟ لا يا حبيبي.
دلوقتي بقى مين هيفرز الاصوات؟ لا المفروض اكبر الاصوات سنه. تبقى يا عزيزه يا عم حسنين. عزيزه اكبر مني. ايه؟ جرى ايه يا عم حسنين؟ انت مش فاكر ولا ايه؟ ماما اعمل ايه؟ بحبها. ماما اللي ملوش خير في مامته ملوش خير في حد. ست منى تمرت فيكي العشره يا عزيز. ماما الست هاني فيكي الخير يا عم حسن. ماما ده يا ماما ده انا ما خلاص بقت اغلبيه فاضل ورقه واحده لازم ورقه مصطفى. ماما حتى انت يا مصطفى. انا عايز افهم كنتوا عاملين الزيطه دي كلها ليه بقى؟ عشان نقول لك اننا بنحبك. فضل مجلس الاداره. انا من رايي كلنا مجلس اداره. كلنا مع مبروك عقبال الوزارة. الوزارة أنا كفاية عليا مشاكل الأولاد. مشاكلهم ممكن تتحل. مشاكلهم ما بتخلصش. دول كل يوم بيحتاجوا لي أكتر من اللي قبله. وإحنا أنت عارف قد إيه أنا محتاجة لك. لكن أنا واحد وهم ستة. وكل اللي بينا هيروح يا منى. اللي بينا مش ممكن يروح أبدا. بس دلوقتي ما اقدرش اكون ليك وليهم. يبقى ما فيش غير حل واحد، اني اسافر تاني وكل ما احتاج لك اكتر واحس بيكي اكتر اسافر بعيد عنك. لكن مش هقطع الامل ابدا، دايما هيكون عندي امل. سافر عشان ترجع تاني، بس ما تقولش انك مسافر، قول انك هتسيبني افكر. سلام جديد لإمبراطوريتنا. أنا من رأيي نسميها إمبراطورية جمهورية ديمقراطية مين؟ نسميها دنيا، دنيا حب، كل اللي فيها بيحبوا بعض.